طبعا الحاج محمد يوسف ويمكن العميد محمد مرجان، ويمكن كمان لازم اخد منك كلمه طبعا في وجود العميد محمد مرجان معايا يا حاج محمد، طبعا لان الحقيقه هو كان شريك اساسي وشريك نجاح الفتره اللي فاتت، ويمكن انا كنت بقول له حاج محمد العميد محمد مرجان شريك اساسي في كل النجاحات اللي فاتت، ابن من ابناء النادي الاهلي وهو جوه النادي الاهلي وهو بره النادي الاهلي عمره ما بيبعد عن النادي الاهلي. الحاله كانت صعبه جدا 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 جدا، تحمل كتير جدا جدا جدا، لكن في الاول وفي الاخر هو اخويا العزيز وهو عارف انا بحبه قد ايه. انا عارف في ناس افضل مني واحسن مني بكتير، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه تبقى احسن جدا. طبعا مستمرين معاكم كل مشاهدينا، ويمكن الحاج محمد طبعا واحد من رموز النادي الاهلي وواحد من ابناء النادي الاهلي، صورته النهارده الحقيقه كانت متواجده، شرف لكل واحد يعرف الحاج محمد ويعرف انتمائه الكبير ويعرف حبه للنادي الاهلي، حاجه رائعه ومميزه، والحلم ما بيبقى حقيقه. احنا كاعضاء النادي الاهلي بنكون سعداء جدا، كل حاجه الحقيقه وعد بيها مجلس الاداره اتنفذت في مرحله كانت دقيقه جدا، في ازمه كورونا، في ازمه يمكن موارد ماليه، امور عديده جدا. حاج محمد النجاح شايفه ازاي النهارده في المؤتمر بتاع كابتن؟ شوف، هو اهم حاجه وانا طبعا بحب ارحب دايما بقناه النادي الاهلي لان هي شريك اساسي في النجاح معانا دايما. بحب قوي ان انا اشيد بالمصداقيه، يعني اللي حصل النهارده ده هو نوع من انواع كشف الحساب نقول عليه. احنا الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره المحترم كله، مش عايز اقول اسماء، وعد في بدايه الدوره الانتخابيه بوعود معينه، اعتقد ان هو النهارده قدر يقدم كشف حساب كامل لما وعد بيه ان هو نفذه، ويمكن اكتر في كثير من الاشياء كمان. ده بيدينا ان شاء الله بنهايه الحدث الكابتن اعلن ترشحه عن فتره جديده، فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في هذه الفتره تكون زادت الانتصارات، زادت الانشاءات، زادت كل الانجازات اللي بتتم من صالح عضو النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. المرحله اللي جايه اصعب، لان المرحله اللي جايه عضو النادي الاهلي محتاج ان هو يشوف احسن حاجه في الدنيا، ويمكن ده اللي بيعمله مجلس الاداره الفتره اللي جايه. شايفها ازاي مع مجلس الاداره لاي حد يتولى طبعا كابتن محمود الخطيب بعد اعلان النهارده الترشح؟ شايف الفتره اللي جايه وشايف النادي الاهلي ازاي الفتره الجايه؟ شوفوا كابتن محمود الخطيب نفسه النهارده ومن زمان كل رؤساء النادي ارسوا مبدا ان الاجيال بتسلم بعض. الكابتن الخطيب ان شاء الله ربنا يوفقه في اختيار مجلس هيكون استمراريه للمجلس المحترم الموجود دلوقتي. اعتقد ان عضو النادي الاهلي الثاني هقولها وجمهور النادي الاهلي دائما وابدا يعني بتنتظر المزيد وبتنتظر خدمات اكتر من اداره النادي الاهلي، تحسين مستوى النواحي الاجتماعيه الموجوده جوه النادي، طبعا الانجازات الرياضيه يا رب ربنا يكرمنا بال11 ان شاء الله في بدايه المشوار، نعوض شويه هستخدم اللفظ كده يعني خلاص احنا كنا اكتفينا شويه، بس زي ما الكابتن قال هنزود الدوافع وان شاء الله ربنا يكرم الفتره اللي جايه. كريم حبيبي كريم.